قليقة بدرها المتألق، من شاهد الذات الكريمة وحده رب الهدى بحر الندى المتدفق، من منه مد الله سائر خلقه وأغاثهم يوم البلاء المطبق. يا رب بلغنا النهاية من هوى خير البرية من به لك نرتقي، واقصر طريقتنا على منهاجه ولنا به في بحر حبك أغرقي، ولتعف عنا يا عفو بجاهه ولما به ترضى ويرضى وفقي، وعولاك شهدنا ونور جماله وأمدنا مدد الرجال الصبقي. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أيها الإخوة المعزون الكرام، جئنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها العائلة الكريمة تكريما لروح المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الحاج حسين جاغوس والدة الأستاذ حسن حسين جاغوس، والذي والتي نشرف في هذه الليلة القرآنية أن يكون معنا قارئان كبيران من أعلام إذاعة القرآن الكريم، صاحب الفضيلة مولانا الدكتور ملك المقامات ومحرك القلوب، والذي سعدنا به في قرآن فجر هذه الليلة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرص. ومعنا سلطان التلاوة في مصر والعالم الإسلامي مولانا السلطان فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، واللذان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يتلوه أشياخنا في ميزان حسنات الراحلة وأن يكون نورا لها في قبرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آيات بينات مباركات نحيا في رحابها مع ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي يتقي الله وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، القارئ الذي يجمع بين حسن الأداء وحسن النغم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ربنا لا تؤاخذنا
اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا 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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا صدق الله العظيم.